توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. توج الفارس دان البن غدير الدوسري مع الجواد واتريلا بلقب بطولة سموه القدرة للعموم لمسافة 120 كيلومترا. وجاءت في المركز الثاني الفارسة هيا جمال من اسطبل الخلدية مع الجواد تشيباني، وفي المركز الثالث الفارس معيوف الرماحي مع الجواد رمايهي من اسطبل الزعيم للفريق الملكي. وعلى مستوى الأهالي حقق لقب البطولة الفارس محمد الخاطري مع الجواد فيلاكو من اسطبل الأصايل. المركز الثاني الفارس عبد الله الجناحي من اسطبل الأصايل أيضا مع الجواد يونيون. المركز الثالث راشد خالد الرواعي مع الجواد هابي جاك من اسطبل الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، والتي أقيمت مساء أمس الأول ضمن بطولة سموه بقرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة من مختلف فرسان الفريق الملكي والإسطبلات المحلية. هذا وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستوى الفني الرفيع للسباق، والذي شهد مشاركة كبيرة من قبل مختلف الفرسان، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه الفرسان الإسطبلات المشاركة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زاهر للقدرة في المواسم القادمة على المستوى المحلي في المملكة بعد النتائج المتميزة التي قدمها الفرسان في السباق، عطفا على بروز العديد من المواهب الرياضية القادرة على مواصلة مسيرة رياضة القدرة في المملكة. مؤكدا سموه أن الفريق الملكي شارك في هذا السباق وكان الهدف منه معرفة المستويات الفنية للفرسان والجياد للاستعداد للمشاركة في البطولات الرياضية المقبلة. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالسباق، وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة. هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق سموه القدرة شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان البحرين الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان والتي جاءت بعد المستويات اللافتة في مراحل السباق، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة، مؤكدا سموه على الدور الهام الذي قامت به جميع اللجان العاملة في البطولة، الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها. من جانبه أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بدوره ومتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لكافة مراحل السباق، مؤكدا أن هذا الدعم له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان ورفع درجات الحماس والجدية لديهم بما انعكس أثره على الأداء في السباق، مؤكدا أن سموه حرص على تطوير سباقات القدرة البحرينية أتى بثماره في هذا الموسم بعد أن ظهر الفرسان بشكل مغاير عن المواسم الماضية. هذا وعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة وجميع لجانه حرصوا على الإعداد المتميز للسباق وفقا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وذلك لإنجاحه من كافة النواحي التنظيمية، مضيفا إلى أن الاتحاد سيواصل العمل الجاد من أجل إنجاح رزنامة البطولات للموسم القادم. نتائج طيبة وكسبنا اليوم بطل. شيباني حصان الخلدية معروف، يعني حصان مستواه محدود يعني ما عنده عذر اليوم انه ما يؤدي، شارك طول الموسم لازم انه اليوم يؤدي، اذا ما ركب المنصة اليوم معايل متى بيركب المنصة؟ واحنا الحقيقة يعني قلوبنا كانت اليوم يا الخلدية، كنا نبغي فريق الخلدية يفوز ويتوج على الأقل في الموسم، لكن ما الله حقق هالفوز هذا. فيكتوريوس خرب عليه شوي دانا بتوجيه يعني ولا والله توجيه إن خلوكم سوا، لكن هالبنات مشكلة هالبنات
نقول لهم خفوا ما يخفون، شو نسوي بهم؟ طاروا ولا سووا كنترول على الخيل. لكن يعني صراحة يعني فرحونا.